بهيدا الفيديو رح نتعرف سوا على الانترفيس تاع المايكروسوفت تيمز من خلال أول نقطة هي التيمز اللي عندي إياها هون. هذه التيمز هي اللي بقدر من خلالها بشوف الصفوف اللي أنا معطيني إياها، الصفوف اللي عندي إياها كلياتها بتبين هون، بس أضغط على التيمز. في عندي للتشات، في عندي الاكتيفيتي، في عندي الاساينمنت، عندي الكالندر. الاكتيفيتي هي كل شيء نشاط عم بيصير عندي على المايكروسوفت تيم ببين فيه، نوتيفيكيشن بيصلني فيه. الاساينمنت هن كل شيء واجبات منزليه انطلبت امر انطلبت من التلاميذ بتبين هون كمان حنرجع لها. والكالندر كمان هي بين السكجول تاع الميتينج اللي عندي اياهم هون محطوطين عندي لغير اساتذه، كمان حنرجع لهيدي بالتفصيل. اولا خلينا نبلش نحكي عن الانترفيس اللي قدامنا اللي هي فيها التيمز اللي هن الصفوف. يعني لما نقول تيمز يعني هن الصفوف، عندي هون صف 2 3 4 5. اذا ما نبلش اول شغله، في عندي هذا الشكل الليست اللي مبينه للصفوف، في الليست غير شكله اعمله جريب. يعني بروح لتحت على السيتنج، السيتنج عندي هون فوت عليها بقول له سويتش فيو. بالسويتش فيو بغير شكل طريقة عرضهم للتيمز اللي عندي او الصفوف اللي عندي اياها، بدل ما يكونوا ليست بيعملهم جريد، صاروا على الشكل التالي. اذا انتبهنا صارت الصفوف مبينة قدامي بهيدي الشكل التالي، بطلوا موجودين ليست هون مثل ما كانوا بالاول. هرجع اردهم مثل ما كانوا، بروح على السيتنجز، كانت اول شيء هي الاوبشن هون تحت لما كانوا ليست، هلا صارت من اللي هي هون. بنروح على المور اوبشن، سويتش فيو، بنروح نرجع بنردهم ليست مثل ما كانت. اوكي رجعوا مثل ما كانوا. كل استاذ حسب هو كيف بيلاقي مناسب يعرضهم قدامه بيعملهم، كل استاذ طريقة العرض بيلاقي مناسبة بيعملهم جريد او ليست حسب هذا كيف بيريح الأستاذ، كيف بيرتاح الأستاذ بعملية العرض. لما فوت على أي تيم أو أي صف بدي أتعرف شوف من هن التلاميذ الموجودين عنده، بقدر من خلال بكبس على المور أوبشن هو ثلاث نقاط اللي هون، بياخدني دغري على شيء اسمه مانج تيم. بروح على المانج تيم، فوت مانج تيم، بيطلع عندي الممبرز، بيطلع عندي هون فوق members. هلا انا عندي بهيدا التيمز ما في عندي الا members واحد هو owners. شو الفرق بين owners والmembers؟ الowners هن الاساتذه، حيبين عندي هون لائحه الاساتذه، بس فوت على الmembers حيبينوا عند التلاميذ. هلا فوت لكم على صف تاني بقلبه اساتذه وتلاميذ ببينوا عندكم كيف بيظهر. اوكي اول نقطه هي لما اروح على المانج تيم، بالمانج تيم بكبس ثلاث نقاط على جنب التيمز او الصف، بروح بلاقي شيء اسمه مانج تيم، بضغط على المانج تيم بياخذني على صفحه فيها بقلبها ممبرز. بقلب الممبرز في عندي اونرز وعندي ممبرز. الاونرز هن الاساتذه والممبر هن الطلاب موجودين عندي. هيدي اول نقطه. النقطه الثانيه موجوده هون هي عندنا التشانلز. التشانلز كتير مهمة، التشانلز هون بحالة وحدة. بعض الأحيان في حدا من الأساتذة بيمحينا التشانل اللي قلنا، أو حدا من بالغلط بتم محوها لهيدا التشانلز. إذا بدي استردها بمجرد ما فوت على التشانلز هون بلاقيها موجودة بالديليت هون، بس ليها بالديليت بقدر ردها مثل ما كانت من خلال الضغط عليها بعملها ريستور بترجع لمحلها بحال صار في محو غلط. أنا حأمحي هيدي التشانلز اسمها هون تاست، اذا بحال محت بالغلط لاحظين هون اذا فوت برجع مانج تيم بروح على تشانلز، بالتشانلز حتلاقي بقلب الديليت صار في عندي وحده، بس اكبس على الديليت حتبين عندي التشانل محت، عملها ريستار رجعت لمحلها مطرح ما كانت. هيدي مش مفروض ابدا تصير معنا، مش مفروض حدا يمحي اي تشانل، ولكن اوقات نوع بهالمشكلة وبهذا الغلط فبتمحى
للشانل حتى نقدر نستردها بهذه الطريقه. بنستردها اذا فت انا على التيم اللي الي او على صفي وما لقيت الشانل اللي هي مادتي موجوده، بدور بالهيدن ما لقيتها بالهيدن. هلا رح نحكي كيف بنخبي اللي بنعمل هيدن. اذا ما لقيتها موجوده بقلبها قد تكون تم محوها، ساعتها دغري مباشره بيجي لهون على المانج تيم، بروح على الشانلز بلاقي بقلب الديليت، اذا لقيتها بعمل لها ريستور مثل ما عملنا قبل شوي. في عندي النقطة الثانية هي السيتنجز. بالسيتنجز في عندي شيء اسمه ممبر بيرميشن، كمان أعطي صلاحيات للطلاب شو بيقدروا بيعملوا. منطفي كل شيء بس منخلي بس آخر وحدة يقدروا، بس منخلي آخر بيرميشن بيقدروا يعملوا إيديت على المسج. إذا بعتوا هن مسج بيقدروا يعملوا إيديت عليها. هاي النقطة بس الوحيدة بالسيتنجز هي الممبر بيرميشنز. هرجع عيدها دغري على السريع. سيتنجز ممبر بيرميشن، طفي كل هولي، ما بخلي كل التيك ان تيك بعملهم، بخلي بس التيك اخر وحده give members option to edit their message. هرجع عيد على السريع اللي قلته. بروح عندي بفوت على التيم اللي عندي الصف اللي له، بروح على المانج مانج تيمز اول نقطه، فوت على الممبرز بتعرف على الاونر، بتعرف على الاونر وعلى الممبرز الموجودين عنده. يعني الاونر هن الاساتذه اللي معه بهذا المشتركين اليوم بهذا الصف بيدرسوا بقيه المواد، الممبرز هن الطلاب تلاميذنا هذا الصف. النقطه الثانيه قلناها هي بروح على الشانل، اذا بحال صار في عندي محو لمادتي بطلت لقيت الماده اللي لي انا هون بالشانلات الموجوده، بروح بشوفها بالديليت لان بكون حدا محيها بالغلط. اللي بمحيها هن الاونر، بس اونر بمحيها، يعني حدا من الزملاء قد يكون محيها بالغلط مش اكتر. بروح كمان تشانل، بروح بفتش بالديليت، كمان بيعمل لها ريستارت مثل ما عملنا لها اول فيديو. برجع النقطة الثالثة هي settings، بروح الممبر permissions لازم يكون كلهم انتك كولي، باستثناء اخر وحدة تكون معلمة بالازرق. هيك بنكون خلصنا الامور المعلقة بالتيمز. قلنا كمان بذكر برجع موضوع المور اوبشن اللي هون سويتش فيو، بنغير من جريد لليست او من ليست لجريد حسب الشكل اللي بفضله الاستاذ. طيب خليني نشوف انا وياكم صف بقلبه اساتذه وطلاب كيف حيبين عنا. طيب هذا الصف بقلبه 21 اونرز، بقلبه 21 استاذ، هو الأساتذة مثل ما شايفين هون. طبعا الأسامي انتو عندكم مش مبينة، أنا خبيتهم. في عندي هون الممبرز أند جيست اللي هن الطلاب بهذا الصف، كمان أساميهم هون. عندنا 27 تلميذ وعندنا 21 أستاذ. عندنا 27 تلميذ هون هن حصرا بس أساتذة، عفوا بس طلاب، أساميهم هون مغطاية كمان. إذا منتبهين هون الرول اللي هو ممبرز كله ممبر 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 حيكون، بينما الأساتذة هن 21 هن بقلب النظار وإداريين موجود بقلب هذا الصف، في بقلبهم لذلك عددهم 21. عندي مجموعة الأسامي هيدي أساتذة كمان مغطيين، أنا مغطيهم. في عندي هون حنلاقي الرول اللي لهم هو أونر 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 أونر، يعني الأونر هو بيقدر عنده صلاحيات غير الممبر. هذا الاكزامبل اللي كنت حابب اجيكم عليه. لهون بنكون خلصنا تقريبا الاشياء اللي بحاجه الى انتم لهم علاقه بكيفيه التعامل مع كيف نعمل مانج للتيمز، كيف بنشتغل بالتيمز، الصفوف كيف بنعملها، شو المطلوب مننا من هذا الصفوف اللي بين داينا اللي عم تبين عنا، وشو اللي لازم نشتغله عليه نحن هذا الصف، شو لازم نشتغل فيه بهذا الصف. هرجع لخصهم على السريع، هن بس نفوت على اسم الصف، الصف المانج تيم، قلنا في عندنا الممبرز، في عندي الشانل مشان موضوع الديليت اذا صارت، في عندي السيتنجز اللي هي فيها الممبر بيرميشن انتك الكل لاخر وحده، واخر شيء عندي الفيو تاع السويتش فيو تاع شكل التيمز كيف بتكون هي جريد او ليست.